أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها أحالت بائعاً في سوق السمك إلى النيابة التجارية بتهمة الغش التجاري إثر ورود شكوى بوضعه مسامير داخل الأسماك بهدف زيادة وزنها. وقالت الوزارة أن قطاع الرقابة وحماية المستهلك بناء على ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يبين الحادثة، كما تم ضبط البائع وكما تم تمشيط السوق للتأكد من سلامة الأسماك المتاحة للبيع، داعية المستهلكين إلى ضرورة الاحتفاظ بالفواتير وأرقام البسطات، وذلك حفاظا على حقوقهم والاستدلال على أماكن الشراء في حال وجود غش تجاري في السلع.